بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا استريحوا، تفضلوا من فضلكم، تفضلوا 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 استريحوا. قدس البابا، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة إن شاء الله سعيدة علينا كلنا. كل سنة وانتم طيبين، ليكم كلكم، لكل الناس، لكل المصريين، لكل العالم. كل عام وعام سعيد وعيد سعيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه إن يخلي العام ده نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله تقريبا من 2020، ويعني الظروف صعبة والأزمات صعبة، ونتمنى حتى الأزمة الكبيرة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا. أنا مش عايز أتكلم في مشاكل ولا حاجة، ده عيد وإحنا جايين عشان نشارككم فرحتكم ونهنيكم ونتمنى لكم كل خير. فلكن على كل حال يعني إن شاء الله إن السنة دي تبقى سنة سعيدة علينا كلنا ونتجاوز فيها بفضل الله سبحانه وتعالى الأزمات الكبيرة اللي موجودة، ونتمنى من الله إنها ما تزيدش أكتر من كده وما تستمرش أكتر من كده. يعني أكتر أزمة إحنا بنعيشها كلنا ومتأثرين بيها كلنا أتصور هي اللي بيحصل في القطاع، قطاع غزة والضفة الغربية، وإحنا في مصر لينا موقف محترم إن شاء الله. بنسعى إلى إن إحنا يعني على الأقل يبقى في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات عشان نخفف عن أشقائنا وأهلنا في غزة، ثم بعد كده يعني يبقى في حل للقضية اللي هي بتتجدد كل كام سنة وتألمنا كلنا. مش هطول عليكم، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام وكل المحبة لكم جميعاً.